توقع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر المنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا أن تعود الحياة إلى طبيعتها في غضون عام، وذلك عقب نحو سنتين من تفشي الجائحة. ونقل موقع CNBC الإخباري عن ألبرت بورلا قوله إن الحياة الطبيعية ستعود على أغلب الظن خلال عام من الآن، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى أخذ جرعة من اللقاح بشكل سنوي من كل عام. ويتماشى توقع بورلا بشأن موعد استئناف الحياة الطبيعية مع تصريحات سيفان بانسيل الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأمريكية، والتي قال فيها أنه يعتقد أن الأمور سترجع إلى طبيعتها في غضون سنة.